السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية. وزارة التربية تنفي إلزام التلاميذ بارتداء الزي المدرسي الموحد. طبعا هسه وزارة التربية نفت الالتزام بالتلاميذ بارتداء الزي المدرسي الموحد. قبل هذا الفيديو نزلنا وزارة التربية نزلت خبر الالتزام بالزي الموحد القميص الأبيض، وهسه رجعت نفت الخبر. يعني كيف المدارس شنو الزي الموحد، يعني مو إلا مثلا أبيض، لأن أكو مدارس وردي وأكو أبيض. فهسه نفت الالتزام بالتلاميذ بارتداء الزي المدرسي الموحد. وهنا عندنا للتذكير هذا جدول الامتحانات مال صف السادس الإعدادي، راح تنطلق امتحاناتهم يوم غد الأربعاء الساعة 8 صباحا. نتمنى لهم النجاح والموفقية. وهذا الجدول.